الشيخ أحمد عيسى حسن المعصراوي من جمهورية مصر العربية، شيخ عموم المقارئ المصرية للدراسات القرآنية، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأستاذ بجامعة الأزهر. عين رئيسا للجنة مراجعة المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية، ويشرف على مصحف الأمة الذي سينزل قريبا. البروفيسور كمال جدة من الجزائر، حكم دولي وممثل الجزائر في المسابقات العالمية للقرآن الكريم، رئيس لجنة مسابقة بونا الأوروبية بألمانيا، وعضو دائم بمسابقة تيجان النور العالمية لصغار قراء القرآن الكريم بدولة قطر، مدرب دولي في التحكيم، أشرف على تدريب 21 دولة. عبد القادر براهمي من الجزائر، دكتوراه في الكتاب والسنة، إجازة في رواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق، محكم في العديد من المسابقات القرآنية، متحصل على جائزة الجمهورية لصغار حفظة القرآن الكريم سنة 99-900 و1000. الدكتور أحمد محمد جاد الله من جمهورية ليبيا، أستاذ العربية وعلوم القرآن بجامعة عمر المختار بليبيا، مجاز من كبار القراء في ليبيا ومصر والشام، خبير في تحكيم مسابقات القرآن الكريم محليا ودوليا، شارك في عديد المؤتمرات والملتقيات القرآنية محليا ودوليا.